بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 8 أكتوبر سنة 1932 تم تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية. أما سنة 1962 انضمت الجزائر إلى الأمم المتحدة. وزي النهاردة سنة 1967 اتقبض على الثوري جيفارا وأعوانه في بوليفيا. وزي النهاردة 8 أكتوبر 1991 أعلنت كرواتيا وسلوفينيا عن استقلالها عن يوغوسلافيا. أما سنة 2001 أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش عن تأسيس وزارة الداخلية. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1970 اتولد الممثل الأمريكي مات ديمون اللي من أعماله جود ويل هانتينج. أما سنة 1979 اتولدت الممثلة الأمريكية كريستن لوكن اللي من أعمالها بلاك روز. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا، فسنة 1754 رحل الروائي الإنجليزي هنري فليندينج اللي من أعماله ذا لوتري. وزي النهاردة 8 أكتوبر سنة 2004 رحل الفيلسوف الفرنسي جاك داردا. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة هو عيد الاستقلال في كرواتيا ويوم البحرية في بيرو. وزي النهاردة 8 أكتوبر سنة 1967 كان العرض الأول لفيلم النصف الآخر، إخراج أحمد بدرخان وبطولة سميرة أحمد، عماد حمدي، أحمد رمزي، مديحة يسري ووداد حمدي. وسنة 1968 اتعرض لأول مرة فيلم عفريت مراتي، إخراج فطين عبد الوهاب وبطولة شادية، صلاح ذو الفقار، عماد حمدي، عادل إمام وهالة فاخر. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهارده.